السنة وبهالوقت عبداية فصل الربيع منحب نعيد كل أم ومنحب نعيد ست الكل، وأكيد رح نعطيكم شوية نصايح لحتى لما تشتروا ورد. الفكرة نعرف الأم شو بتحب، شو كاركتيرها، شو الستيل اللي هي بتحبه. فينا نبلش من أصغر التفاصيل لأكبرها. بداية فصل الربيع بيكون عنا كوليكسيون كتير كبيرة، هيدا جزء كتير بسيط منها، كان من البيبي روز للليليوم للورد للكيولب. الفكرة الأساسية انكم على القليلة جربوا تنسقوا الألوان بطريقة تكون حلوة، فيكم تعملوا تشكيلة حلوة بس بنفس الوقت الألوان ما تكون كمان كتيرة، فيكم تستعملوا كتير أكسسوارات حلوة، فيكم تستعملوا خشبيات، فيكم تستعملوا حتى بالبوكيات بالبويات. فينا كمان نروح على كل أنواع الشتل اللي موجودة اللوكل والمستورد من برا. هابي ماذرز داي ينعاد على كل الأمات. We love you mom.